اليوم حضرنا امتحان المرشدين للحج والعمرة في كلية الإمام الأعظم. حقيقة أشكر هيئة الحج والعمرة للتنسيق الكبير والعمل الدؤوب، وكذلك أشكر اللجنة التي أتت من بغداد لتوزيع الأسئلة والدفاتر واللجان عامة والمراقبين، والحمد لله الأمور سلسة ومرنة والكل في أتم الاستعداد للإجابة على هذه الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. اليوم كلية الإمام الأعظم تتعافى شيئا فشيئا إن شاء الله. قامت دائرة الإرشاد والبحوث الإسلامية بامتحان للمرشدين والمرشدات في محافظة نينوى، والحمد لله يعني كان العدد يعني أكثر من 400، وكان الامتحان ناجح، وعادت نينوى إن شاء الله بعد أن تخلصت من براثم داعش الله يلعنهم إن شاء الله. والآن امتحنا في كلية الإمام الأعظم، وها هي نينوى تعود من جديد إن شاء الله بأهلها الطيبين المباركين، وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى النصر لبلدنا ولأهلنا في نينوى. كانت الأسئلة ميسرة، ومن مجموعة من الكتب ليس كسنوات الماضية كانت الأجوبة كانت الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة، ولكن اليوم أصبحت الإجابات مقننة وميسرة الحمد لله تبارك وتعالى. طبعا الشكر موصول لهيئة الحج والعمرة مكتب نينوى ولمديرية الوقف السني للتعاون المشترك بينهما لخدمة علماء وأئمة وخطباء محافظة نينوى. نحن بدورنا نشكر هيئة الحج والعمرة وكذلك الأوقاف، مديرية الأوقاف في نينوى وكذلك المركز العام في ديوان الوقف السني في بغداد على إتاحة هذه الفرصة للأئمة والخطباء في أداء الامتحان والمشاركة في الإرشاد. الحمد لله اليوم أكو آليات متبعة من قبل هيئة الحج والعمرة، الحمد لله راعت في ذلك الذين لم يخرجوا إلى الحج فطعت لهم فرصة أن يكونوا في مرشدين للعمرة، وهذا يشكرون عليها، وإن شاء الله تبارك وتعالى تكتب لجميع الأحباب والمشايخ هذه الفريضة الكريمة، فريضة الحج وكذلك العمرة.